تأثير تلك الهجمات مشاهدين على الأطفال والواقع التعليمي في بلدانهم يحدثنا عنه من العاصمة اللبنانية بيروت السيد محمد المصري مدير البرنامج التعليمي في منظمة مابس. مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد. لماذا اقترنت النزاعات الأمنية والحروب حول العالم باستهداف المدارس؟ ما السبب وراء ذلك برأيكم؟ مساء الخير. هلأ للأسف على بكل زمان الدكتاتوريات والتطرفين دائما بيكونوا أعداء العلم بأي مكان، من طالبان لبوكو حرام للأنظمة الدكتاتورية اللي كانت اللي بعد موجودة عم يعاني منها الشعوب العربية. فرض الأديولوجية للدكتاتور أو للجهة المتطرفة هي طبعا لهدف السيطرة على هاي الجيل اللي ممكن يكون موجود، اللي هو ممكن يعارض هاي التوجهات اللي له. فدائما الضحية الأولى هي المدارس، أماكن التعليم. نعم، ما حجم الضرر المحدق بالأطفال سيد محمد الذين خسروا التعليم، وحجم أيضا الضرر على مستقبل التعليم في تلك الدول؟ هلا بسوريا على سبيل المثال 60% من إجمالي المدارس تم تدميرها بشكل كامل أو بشكل جزئي، 2400 مدرسة تقريبا عد كان عدد الإجمالي، معظمها صار ملاجئ، يعني صار الأهل استبدال موضوع أولوية التعليم بأولوية الأمان الحفاظ على الحياة. معظم هذه المدارس اللي تم تدميرها كانت نتيجة غارات جوية، يعني فينا نتخيل 1500 مدرسة صارت 1500 ملجأ، في عنا 4 ملايين داخل سوريا وخارج سوريا ما عندهم أي فرصة للتعليم، وهي طبعا بتأنذر بكارثة لمستقبل البلد. هل يمكن فرض حماية على المدارس في البلدان ذات النزاعات الأمنية كي لا تخسر أجيالا من الطلاب مثلا يمكنها إفادة تلك الدول والارتقاء بواقعها طبعا؟ هلا احد السيناريوهات اللي ممكن يصير فيها حمايه هي المدارس هي بفرض نظام تعليمي مستقل غير سياسي ما تابع للجهه، وهي للاسف هي انظمه موجوده بالامم المتحده ما من 70 سنه موجوده ما بتتغير، انه حصرا بده يكون مثلا الشهادات بده تكون تابعه للنظام الدولي، الامتحانات بده تكون معترف بها من قبل جهه معينه، وهن بتكون دائما طرف من اطراف النزاع. ما بتنحل هي المشكله الا بوجود حل، بوجود مناهج، بوجود امتحانات محايده بعيده عن التسييس، بعيده عن التحيز لطرف دون الاخر. هلا الكارثه ما أنا بس للاسف ما هي بس بعدد المدارس اللي تم تدميرها، في كارثه كثير كبيره الاطفال اللي تعرضت للقصف وهي موجوده بالمدارس، يعني في عندنا جيل من التروما من الصدمات النفسيه اللي هي كمان بدها غير بناء المدارس بده ينشغل كثير على موضوع بناء الجيل، بناء الاطفال اللي هي تمت تحطيم نفسيتها، صار في عندها خوف من مجرد الجلوس على مقعد دراسي. كيف يمكن سيد محمد تلافي هذه الصدمات النفسيه للاطفال الذين تعرضوا للعنف داخل المدارس؟ هلا ضمن مناطق المحاصره بسوريا كان التغلب او محاوله التغلب على هذا الموضوع بمدارس، نحن كنا كمان جزء منها بفتره من الفترات، مدارس ضمن الاقدي ضمن الابو، يعني بيسمنت موجود بالمدرسه بينزلوا الطلاب بيتعلموا تحت، طبعا هي بيئه غير صحيه ابدا للتعلم، ولكن هي نوع من الحاجه، يعني الحاجه لانه وجود مكان ينزل الطلاب تحت الارض لحتى يتعلموا، وهذا بيذكرنا باليابان بعد الحرب العالميه كيف كان الاطفال ياخذوا الانفاق لحتى يوصلوا على مكان ليتعلموا فيه. هلا بنفس الوقت هي طالما موجود الحمد لله لدرجه كثير كبيره وعي عند الاهالي السوريين باهميه التعليم، هي ممكن تجاوزها ولكن بدها تاخذ وقت كثير طويل ومعاناه كثير طويله لحتى نقدر نرجع هي الاربع ملايين طفل يلاقوا فرصه يتعلموا من جديد، ياخذوا اقل فرصه خلينا نقول من التعليم، وبعدين بيجي موضوع كمان العلاج النفسي. ونحن نتحدث سيد محمد عن سوريا بالتحديد، ذكرت حضرتك في مستهدف